الحضور الكريم، لقد حازت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك باهتمام كبير في محادثتنا اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، حيث أكدت حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها الإعدائية، ودعوت في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين. واتفقنا أيضاً والقادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً. وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسرياً من أرضيه المحتلة منذ عام 67، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. قد استعرضت باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة، مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.